واحد ما جينا واحد لا شك أننا اليوم أمام لحظة حاسمة سيقرر الشعب الجزائري مصير هذا المنصب الرئاسي الهام في دائرة الحكم في الوطن، وسيكون للشعب الجزائري حرية الاختيار في من يراه مناسبا بعد عرض البرامج والأفكار والتوجهات وبعد نقد السياسات الماضية. الذي نقره ونتقدم به أننا نحن نثق في الشعب الجزائري، ونثق في حرية اختياره وحرية قراره وإرادته الحرة. نحن نأمل أن يذهب الشعب الجزائري اليوم بقوة إلى صناديق الاقتراع، وندعو الشعب أن يخرج إلى التصويت، وأن يسعى إلى أن يفرض اختياره، وأن يسعى إلى أن يقدم رأيه في هذه الانتخابات.